أحسن الله إليكم الشيخ. يقول أيضا امتداد للسؤال فضيلة الشيخ، بعد وفاة أخي الأكبر يريد الوالد أن يكتب التركة ويقوم بتوزيعها في حياته، وفي نيته أن يحرم البنات من نصيبهم الشرعي في الميراث، ونحن 3 إخوة و6 بنات و4 بنات متزوجات وواحدة في الجامعة والسادسة مصابة بمرض عقلي، وأيضا نملك قطعة أرض زراعية ثمنها ما يقارب من 130,000 جنيه ومنزلين تبلغ القيمة 60,000 مصري، فما نصيب كل فرد سواء كان ذكر أو أنثى؟ ليس لكم نصيب والوالد موجود، صاحب المال موجود، ولا ليس لكم ميراث وهو موجود إلا بعد وفاته، أما هل ماله ماله، المال ماله يتصرف فيه بحدود ما أباح الله سبحانه وتعالى، ولكن ليس له أن يخص بعض أولاده دون بعض، يعني يخص الذكور دون الإناث بالعطية، قوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم، فيجب عليه العدل بالعطية، فلا يعطي بعض الأولاد ويحرم البعض الآخر ذكورا كانوا أو إناثا. نعم.